فريمون بوست نبدأ ديكريت نعاهرة كل شي سولها نهار نكرات معايا راجلها. ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا، نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. دري قبل ما ننسى، الناس اللي ضرها راسها بزاف وكتقول لي شكون كتب لك شكون الغوست رايتر ديالك، هذاك غير المورفين فاش كان ساحي. وروين انا يضاف الويب المغربي فاميليا وليا رونات الويب المغربي، وهذا درس عمرو ينساه بوصفلو. بون في هذا الفيديو انا جيت ندير لكم ريفيو الفاميليا على تراك فاميليا. الريفيو ديالي راه طلبتوه كاملكم، واخا داز في قنوات اخرى، دست البارح مع يوسف بوسحاق ودرت ريفيو، مي دابا غادي نهضروا في تفاصيل اكثر. اول حاجه بعدا غادي نشكر صاحب الكوفر هشام هجاني، تحياتي ليه، خدمه نقيه. كاين اللي ما فهمش الكوفر بزاف الصراحه، مي المهم اول حاجه غادي فاش تشوفوا الكوفر غتقولوا علاش فاميليا خلات مسلم وخلات دولي بران وخلات سموليكس، خلات ديك الكوفر ديال التراك اللي تكلاشيت فيه، علاش خليتهم؟ لحقاش هنا اللي خاصكم تفهموا باللي هاد الكوفر ديالي وباللي هاد التراك ديالي دار في نفس الليله، يعني حنا دابا فهاد الكوفر راه حنا في نفس الليله في نفس الوقت، راه ما عطلتوش فهمتوني. هو شنو دار ليا؟ قطع لي خلى لي الراس. انا بيكولو ولا بيكولا، بيكولو ولا بيكولا، هادي واحد الشخصيه في دراغون بول. هاد الشخصيه شنو معروف عليها؟ هاد الشخصيه خاص يبقى لها غير الراس، قادره تجدد الجسم ديالها كامل، مشات لها يد، مشات كامله، قادره انها تجدد لو كوغ ديالها كامل، خاص غير يبقى لها الراس. هادشي اللي طرا ديك الليله، انا فاش بقى لي الراس جددت لو كوغ ديالي كامل ونط وتيريت فيه، وماشي غير هو، تيريت فيه هو وخوه، حيت بيكولا كيف ما كنعرفوا في الانيم بيكولا جا باش يقتل خوه واللي كيفسد في الارض، فاش جا يقتل خوه قتلهم بجوج. هادشي فعلا اللي طرا دابا، يعني انا جددت راسي وقتلت صاحب دعوتي بخوه. بوز فلو كيف ما كتشوفوا هو اللي في الارض، وعشيرو خوه هو اللي علقته تمايا حيت لي الاحشاء ديالو، وعلقته يبس، حيت انا بالنسبه ليا داك راه مات، داك ميت. مكاينش كاع علاش الصراحه نرد على الضيوغ، راه جاوني بزاف ديال الميساجات تيقولوا لي راه كلاشا كبير موده وراه خاصك تردي عليه. بغيت ندير لكم الخاطر، هادشي بغيت ندير لكم الخاطر، وبغيت نمزككم، هذا هو. وكان ما انا بالنسبه ليا مات داك، بالنسبه لي راه علقته تما صافي، بالنسبه ليا داك راه ميت خلوق. مي الكلاشي الكلاشي وجاي، ماشي الكلاشي غادي نيت ندير ليه فان د كارير، انا ما دخلتش تبيفه معانا، ندخل باش داخله باش دايره، ندخل انتيري فيه قتلو رجع في حالاتي. وتحياتي حتى لدالاس برود باي دالاس. دالاس واحد الدري اللي فريمون دري اللي واعر، انا تنقول ليه جيني، هادي في ما دار شي حاجه تقول ليه فريمون جيني. وتحياتي تال دالاس واللي ديما فيما هضرت عليه راه ما كنلخصو في كلمه واحده، جيني. فاميليا راه قلت لك شنو كاين معاك بوز، راه قلت لك شنو كاين، المهم ايتو بيتو راك وصلتي داكشي اللي كنا باغيين نوصلو اصلا. هذا اوديو اللي اوديو ديال بوز، هذا صوت ديال بوز، ولكن اللي خاصكم تعرفوا حيت كاين بزاف اللي كيقول احقا يعني شي حاجه دازت بيناتكم ما كانش علاش تبارطاجيها. اللي بغيت نقول لكم باللي هاد الاوديو بالضبط انا تعمدت ناخد هاد الاوديو، حيت بيناتنا بزاف ديال لي زوديو، بيناتنا بزاف ديال لي ميساج، مي تعمدت ناخد هذا حيت انا ما خديتوش من الكونت ديالو. هادي كونفرساسيون بيني وبينو في كونت ديال واحد اخر بلا ما نذكر سميتو، في الكونت ديال واحد اخر في التيم ديال بوز، ماشي عند بوز، يعني انا ما هزيت حتى شي حاجه ديال بوز خرجتها، ما خرجت لا اوديو انستغرام لا اوديو واتساب لا اوديو فيسبوك لا اوديو، هذا
اوديو ماشي دي ماشي يعني والصوت ديال هو يعني بوز اللي كيهضر فيه، ولكن هضر عند واحد عشيرو، كان هضر معايا عشيرو ودوز ليا بوز. فهمتوا كيفاش البلان؟ يعني انا ما خرجتش البلان ديال بوز، وحتى كاع ولو نقولوا خرجت البلان ديال بوز فانا ما خرجتش زعما شي حاجه اللي في شكل شي حاجه زعما اللي حميميه، ولا نقولوا ولا شي حاجه زعما اللي ما خصهاش تخرج، ولا شي حاجه اللي شخصيه، ولا انا خرجت اوديو اللي كيفاليديني فيه. علاش؟ حيت البارح اللي البارح فاليداني اليوم تيقول انا تسطيت. يعني هذا كافي، هذا كيقول لي راه قلتي يعني في الريفيو ديالك شرحتي قلتي كاع داكشي اللي بغينا نوصلوه، واللي ربما يقدر ما يوصلش كون ما كانش الريفيو ديال فاميليا. مرات جايين فيني خروف، عايز كيفا كيكريتي كيف تبين حروف، اشتاك الناس الريفيو قاع ما بنتي برو، اشتاك نيفيو والتليفون تعطي برو. بون انا رديت، انا في التراك كيف ما قلت لكم انا ما كلاشيتوش، انا في التراك رديت كونت خطاك، انا رديت على كاع داكشي اللي قال هو، اعتبرته خروف، قريت عليه باسم الراب باش نفنيه. ما بانش بروفيسيونيل ملي هضر على ملي جبد الناس الريفيو، وباش كلايف شاني بنايفيا وزيف، وانا قلت لي اخر واحد انت تهضر في الدين وراسك عايشت انا قطلوب وكابا ماشي ديالك بنتي حاق تخلي الفاميلا ابار بلا خاطرك تشوف يعني هادشي اللي كنشوفو دابا اللي كيدير هو اليوم فاليداني البارح فاليداني اليوم كيتصدى ليا، ولا النايفيا والزيف هو اطي برو، كاع هادشي تناقضات يعني لوغو د كابا كنشوف المرفوغات تنطق بابا، انا الفنيه لا مكتبش موت على يد روابا بلا خاطرك تشوف المرفوغات تنطق بابا. واي واحد اي واحد كنظن في الراب المغربي راه بلا خاطرو خاصو يقول بلي المورفين راه واعر، المورفين كاين، حيت المورفين فريمون كاين. لي البارح فاليداني اليوم كيقول لي تسطيت، ولا حيت البارح معاك واليوم عليك تسطيت، انا اللي مديت المعمى كاع من لومك لا تعطيت، وصحت كتهزو طاغيه فيما تحطيت، وسط صحتك غتهزو طاغيه فيما تحطيت، وسط صحتك في الراب. انا ماشي رابورة، انا وحده كدير ريفيو على الراب المغربي، الراب ما درتوش، الراب الا بغيت نديرو كان خاصني نديرو في المراهقه ديالي، يعني واحد لا بيريود راب. المهم هي جايه في الهضره، كنت غندير راب في واحد لابيريود ولكن ما درتوش على واحد الكلمه اللي قالها هو راه جايه من بعد، هي الكلمه ديال وليا. هذيك الكلمه ديال وليا هي اللي خلاتني اليوم عاوتاني الحركات فيا واحد الحاجه لداخل، وخلاتني اليوم نوري وليا علاش قاده. سيرتو هو ولد الاطلس، هو ولد المنطقه منين انا، وعارف الناس ديال تما كيفاش محافظين وكيفاش كيشوفوا الراب وكيفاش كيفكروا وكيفاش غيشوفوا بنت في الراب. انا الى اليوم فاميليا وكندير ريفيو في هاد لاج، حيتاش انا فاميليا شحال هادي كانت غتكون رابوره كاع ماشي كدير غير ريفيو. مي في ديك المنطقه تقمعات، حيت ليك في ديك المنطقه البنت ولا الوليه كيف ما واخا ما سينتاش منه هو يقولها، يعني هو كرابر زعما ولد الوقت وفاهم، واخر واحد توقعته يقول لي وليه هو بوست فلو. هذيك الكلمه ديال وليه اللي هرست فيا بزاف ديال الحوايج. مي مزيانه جات في هذا الكلاش، انا وريته علاش قاده. الناس اللي كتسولني واش جوغين افون غتقيت رابي وكذا وكذا، انا قلت لكم الراب انا كان خاصني نديرو شحال هادي، ملي ما درتوش شحال هادي ما جاياش دابا باش نديرو، انا كندير دابا ريفيو، ولكن اللي جبد هاد الوليه واللي حك على الدبره ديال الوليه راه غادي يلقاه، راه ما غاديش نزقلو. علاش؟ كاين اللي قد روابا ما عندي مازال ليكم انا معكم هنايا. وبرمودا كلاشاني ما قلت لعبه، هذاك بالنسبه لي هذاك ساليت معاه، فضيت معاه في الطراك، ولكن جاوني ميساجات بزاف وبغيتوني الرد. انا على ودكم وعلى قبلكم نتوما، وباش نمزكم نتوما، وباش نبين ليكم عيبو ونبينو صغير، تسنى ورد. انا اللي مديت اللعبه كاع من لومك لا تعطيت، وصحت راه انا اللي مديت لك اللعبه كاع من لومك لا تعطيت، راه ماشي انت اللي مديتي ليا النعمه، ولا انا راه انا مديت لك النعمه. تراكات ديال بوز فلو، تراكات ديال كاع روابا اللي كيكتبوا مزيان ما كانش غتكون عندهم قيمه وما كانوش غيتشافوا اكثر
كون ما كانوش الناس ديال الريفيو. الناس ديال الريفيو لحقاش ما يمكن ليش انا نتمزك لكم ما فاهمه تلعبه ما غتمزكنيش. وهنا الدور ديال الناس ديال الريفيو. الناس ديال الريفيو كيمدوا النعمه داك الرابر كياكل على ظهيرهم حتى هو خبيس كيف ما حتى هما فاش كي لا باز باش كيخدموا هي التراك ديالو. حنا كاملين هنا غنقولها وعنعاودها، حنا واحد العجله اللي كتحرك لاسين ديال الراب المغربي. يمكن لك تحيد حتى شي واحد التراكات ديال بوز، النجاح ديال بوز كاين واحد البورسونتاج من النجاح ديالو الفضل ديالو كيرجع للفاميليا. غنهضروا على شنو واقع دابا، ما نهضروش في سميتو، ما نهضروش في الخيال. كاملكم عارفين بلي انا بزاف كنهضر على بوز، ماشي كنهضر على بوز بزاف حيت ما نعرف شنو كيف ما كتقولوا، مي كنهضر انا على بوز بزاف كيف ما غنهضر على المورفين بزاف غير حيت هو غابر. هذا الشيء علاش، هذا هو السبب. تنهضر على الديب، كنهضر على رائدي حيت هو غابر، كنهضر على كاع الدراري بزاف اللي كيكتبوا حيت انا كندير ريفيو. انا ما كنديرش رياكسيون باش نبقى نشطح ونبقى نهايب، فهمتيني؟ انا كندير ريفيو، يعني خاصني واحد لاباز علاش نكتب. بوز لي اكتيف هو اللي خدام سميتو. انا فاش بديت الريفيو بديت لاشين بوز فلو كانت عنده 200 كابوني، هو عارفه، هو راه معترف بهادي. انا اي انا فان ديالو، انا كيف انا معترفه بلي انا فان ديالو. هادشي علاش اختاريت انني نخدم معاه وندير ريفيو للتراكات ديالو، حتى هو خاصو يعترف بلي ليه مديت النعمه، بلي انا حتى انا عندي واحد البورسونتاج من النجاح ديالو. دابا كنهضر معكم لوجيك، انا عرفتو عنده 200 كا، انا نتايا كفان ديال شحال كانوا 200 كا، ربما نص يفهمو نص ما كيفهموش. نتوما اللي جاوبوني في لي كومونتير، واحد ما كتفهموش فهمتيني، ما غاديش يمزك، كتمزك ليه اليوم غدا غادي يروح ما تمشيش كاع تسنطلي. علاش؟ حيت ما كتفهموش، مع الشيخ هو هذاك بوحديتو في عالم وبوحديتو ما عارفاش يعيش، فهمتيني؟ فاش كيجي واحد مور ريفيو كيشرح وكيحلل وبواحد الطريقه زوينه وكيرجع معاك للتاريخ، كيقيم داك التراك، يعطيه قيمه اكثر، كيخليك انت داك راه واعر، كيخليك انت تبان واعر قدام الناس اكثر، وكيخليك انت يعني ويتشافوا لك فيوز اخرى، يعني فيوز اكثر، يتابوناو لك ناس اكثر، يعني كتاكل نعمه انت به. باش نكونوا واضحين، راه ماشي الرابر هو اللي محرك لينا الراب المغربي، راه كاملين هنايا محركين الراب المغربي. تحيد مور ريفيو ما غاديش ينجح الراب في المغرب، تحيد الرابر ما غاديش ينجح الراب في المغرب، باش نكونوا واضحين. انا اللي مديت العمى كاع باللوم كلا تعطيت، وتحت كتهزو طاغيه فين ما تحطيت، طلعتي عارف عليا كثر باللي عارفه عليك، فان باباراتي ختي ملاك الموت برجليك. هنا قلت لي انت صدقتي فان ديالي ماشي انا فان ديالك، انت صدقتي فان وباباراتي حيت طلعتي عارف عليا اللي اكثر ما انا عارفه عليك، دخلتي لي الاسره ديالي ودخلتي شي حويجات انا ربما ما عارفهمش. انا اخر مره هضرت لكم على بوز وضيو، هذيك هي ديك السطير اللي كان ما عجبوش، وضيو ماشي انا اللي قلتها بالنسبه للناس اللي كيقول لك حقا بغاو يغطوا الشمس بالغرب. انا ما هضرت على شي حد، انا ماشي رابور، انا اول مره غادي نرابي فاش رديت عليه حيت هو كلاشاني. بالنسبه للناس اللي كتقول لك حقا اختي جبتي ليه لعائلته، جبتي ليه شي حاجه شخصيه، كيفاش جبتي لي شي حاجه شخصيه؟ واش انا رابور نتكلاشيتو بشي حاجه شخصيه؟ صاحبو وعشيرو جبدو ما قدش، الاحتراف ما قدش، العطاي ما قدش، رجع اللور بدا يتخبى بيا، حقا فاميليا هي اللي فكات داك الكود، بغيتك غير انت اللي تفهم وصيفطو لي ميساج بريفي. فهمتو كيفاش البلان؟ تي عارف عليا كثر ملي عارفه عليك، فان باباراتي ختي ملاك الموت برجليك، شكيت كلشي الا بالشمة ساطات بليك، قبل حال فين هزيت البيك ما محتاج. وانا جبت ليه وحده من دو هادي، واحد موقف عليها وانا غنوقف عليها اليوم، شكيت في كلشي الا في الشمة ساطات بليك وليا اللي بلاتك، ما نزيدش نشرح اكثر، بارك محتاجاش ليك تبليك، كنتي على اكثر من الامازيغ وجبال الريف، هذا قال لك دار راه فلوس ما داروش للريف، قبل حلفين هزيت البيك ما محتاجاش ليك تبلي. هنا بغيت نقول ليه بلي انت وهاد الكتابه هادي وهادشي هادشي انا هادشي عشته قبل حلفين، يعني قبل ما انت تفكر تكتب الراب انا راه كنت كنكتب، ولكن ربما ديك وليه هي اللي هرستني وما خلاتنيش انني يعني نفكر في هاد الكارير هادي، واللي هي اليوم هاد وليا اللي هي اليوم اللي بيكا عليها باش انا اليوم كتبت هاد الهضره. تحياتي لكاع الدراري ديال الاطلس اللي ما باينينش، حيت فريمون داك القنت كاملين كيكتبوا دابا تما داك القنت باش تفهموا،
راه فيه تقولتها في واحد الفيديو قلت لكم الاطلس المتوسط الدراري ديال ايموزار الدراري ديال كاع ديك المنطقه تمايا بحال شي قسم ديال سيونس مات كلشي مجتهد كلشي كيكتب دابا هو المشكل كلشي كيكتب واحد فيهم راه كيف ما قلت لكم عاوتاني في واحد الفيديو اخر راب واخا كيبقى زهر وكيبقى يعني بزاف ديال الحوايج ماشي بالضروره قلت لكم ماشي كاع اللي بانوا راهم واعرين وماشي كاع اللي واعرين هما اللي بانوا بوز واعر بان ايه ولكن كاينين بحالو بزاف في الاطلس ما بانوش باقيين صغار هاد الدراري نورمالمون خاص اللي يشد بيديهم الصراحه خاص لي حيت فريمو يستاهلوا هاد النوع ديال التعاون وهاد الشيء كيكبر شي كنشوفوه الصراحه اكثر في كازا نهار جات الفرصه انه يبان في الاطلس قربلات الاطلس فريمون دابا راه كاينين شي حوايج في الكواليس اللي فريمون كتصدم انا ما فهمتش اطلس دابا على ما كيبان لي تقسم القطبين واحد القطب اللي مع بوسفلو وواحد القطب اللي عزلوهم انا فريمون جاو كونتاكتوني الدراري اللي وشفت ستوريات واناليزيت شي حوايج اللي ما نعرف نقدر من بعد بارطاجيهم معاكم اللي في شكل دابا بسبب ان بوز كلاشا فاميليا وفاميليا ردت عليه بزاف ديال الدراري اللي تيكارطاو في الاطلس علاش واش لهاد الدرجه خلعتكم الوليه جي انتي عروه كجمه هادو دراري اللي واعرين وانا من هذا المنبر انا معاهم اللي خاصهم مرحبا خويا عروه جينتي دالاس قاعد الدراري ديال الاطلس اللي تقاصوا في هذا البلان ولا شي لعبه انا معاكم خدموا على راسكم هادشي راه غادي يفوت غير بينوا ليا وانا معاكم وتصوروا معايا دابا وبسبب دي ستراك اللي غير انشطه ترفيهيه كيف ما قلت انا غير ضحكه حيت كلاشاني رديت به الاعتبار راه وصلوني شي خبار وشي حويجات اللي في شكل يعني شي دراري علاش حيت خدمت مع دالاس في البيت ولد ايموزار والدري اللي دار لي الكوفر حتى هو ولد ايموزار تبربالة تمايا ايكارطاو الدراري جينتي عمرو مسكين ما بان عندي كاع فلاشين ولا كنعرفو كاع انا كنت كجماعي ما جينتي مسكين الوغ كو انا دابا منين بديت كنشوف الدري اللي كاين وانا من اليوم غادي ندعمو الدري اللي كاين يستاهل كجماعه وكذا مازال بيرمو سميتو عروه دوزتو با مال دو فوا جينتي ما بيني وبينو حتى شي حاجه ناضو تما كيقولوا لي حقال بيرمودا براسو وما عارف بغى كاع يقلب بايقلبها كاع نيت خارج الموسيقى المهم كاين شي حويجات في الكواليس ما بغيتش ندخل فيهم دابا راه كنحاول نوزن لساني نقدر من بعد نهضروا فيهم نكملوا صاطات بليك قبل حال فين هزيت البيك ما محتاجاش ليك تبليك كنتي علاص اكثر من الامازيغ وجبال الريف هذا قال لك دار راب اللوط ما دارش للربح درابيك الشهريه ادنى بك الريح اراو كان مسح الدموع وصيفط لي النمره دالريف غتساليها في الزمان راه كتسالاها حدراف علاش تلومني انا لو ماشي راك اللي طلع احتراف غير حيت ديجا عطيتي الشابو غادي ليك الخاطر انا نوض ندير ريفيو ونقول لهم راه نكتب بزاف كنشوف بعيني ونكتب بزاف شوف ما كاع ما يجيو دوك اللي يبقاو عليك طا 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 بوز فلو كاين بوز فلو واعر بوز فلو مكلاسي وجيت انا خربقت ليه المعايير ديال الكارير ديالو ماشي حيت ما عنديش معنى ندير هادشي انشطه ترفيهيه انا ما عنديش معاه المشكل انا غير كلاشاني ورديت عليه من اجل الموسيقى ومن اجل رد الاعتبار وحتى الناس اللي كتسولوني واش مازال غديري لي ريفيو انا مازال غندير لي ريفيو فين كاين المشكل نفقصوه شويه في اطار نفقصوه شويه ربحوا شويه ديال لادسنس وفي اطار هادشي كنقول لكم غير انشطه ترفيهيه ولكن الا كلاشاني ولا سميتو كنكلاشي ما نعقلش عليه ندير ريفيو ونقول لهم راه نكتب بزاف كنشوف بعيني المهيدو كي بوز كي بوشعيب كنشوفك بعيني المهيدو بعيني المورفين كي بوز كي بوشعيب بحال عندي يعني ما تقول ليش انا لو معشيرك اللي طلع احتراف لو معشيرك ما تلومنيش انا راه حطيتوني الوسط درتوني قنطره باش تابزو درتوني قنطره باش تصالحوا راه ما يمكنش راه فاميليا هادي راه ماشي ما 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 غاديش نقبلها على راسي وسمحوا لي انا كدير بطل على كلشي ما على هاد النية صعيب ماشي حيت دار عندك كلشي انت قبل هاد الراب فكرك حنا في المغرب باصر والو جراب حضرت على انتاج حيت في داك التراك نيت فاش تكلاشيت قالك بلي واه بالسيف ما كلشي يدور جهتي قبل هاد الراب اش من راب على بالك الراب راه حنا عارف المغرب الراب المغربي هذا الراب المغربي راه قادين حاجه قبل هذا الراب الفيلم ما غيتهشر هيا غير وليا هبط السروال هيا وراسك نيش عارفه فين عندك الناقص غير ما بغيتش نحط نيش عارفه تبقى داليك مداد وعارفه طار عليك الريش وعارفه زندوك حتى النهار الحرب وهرب عليك الجيش عارفه زندوك حتى النهار الحرب وهرب عليك الجيش بالنسبه لزنده يعني
اش غنقول لكم، حنا كنا كنسينو البوم ولينا في زندا. المهم صافي، خلي هاد الهضره من بعدا عاوتاني نلقاو ما نقولو فيديوهات اخرى. المهم بيكوش بزاف دوز هبري بيو كل اللي دازو قبلي وكاع على طرت وجهك كلاشيك بالحطه وجبلي جرع عليا عشيك توصل الهضره نبلي جريت وقاع البير قلبت لقى في دو طراز حبلي ندير مودا نكيره نكيره اللي ما عرفو حتى شي واحد. أصير قلب دي طبي طبيها في جوجل خلاني تمول مايك راه قالك جاي طبي طبها في جوجل طلع لي مثلث برمودا ما معترفش به جوجل. الا شفتوا لاشين ديالو كاين طراس حبل بوز فاش دار معاه الفيتشرينغ وكاين طراس حبلي واحد الريفيو كنت درتو ليه فواحد التراك وهاد التراك دابا اللي قالك زعما كيكلاشي لي فيه دابا فرحان قالك طلعنا الطوندونس بلا ريفيو راه طلعت الطوندونس حيت كلاشيتي فاميليا وما طلعش فيه الخير. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، انا وليا والله الا عندي شخصيه عليه، انا وليا انا دابا بوز عزيز عليا وما عقلش عليه كلاشاني ما عقلش عليه رديت عليه ومازال كنحترمو ولكن ما الا 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 كلاشاني ما نعقلش عليه ما نشوفش فيه كاع ماشي غير ما نعقلش عليه. برمودا كلاش عشيرو تنادم معاه الحال بقى السيد تالف ما عرف ما يدير تالف. برمودا قلت له واش مسح التراك مشى ما عرف باش يجاوبني واش غندير ليه انا انا هذا الاخر حتى هو ما قدرش عليه ما تيقدرش يواجه حتى بوز فلو الله يسمح له ما كيقدرش يواجه بنادم ما قدرش انا يواجهني قال لك نهض كلاش يعني ما قدرش يواجه سميتو جاي دزوا لي انا زعما انا حيت زعما حوايج قصر ولا انا ما غنسكتش على راسي. مرة ليا هاد قاسون في صام الشخصيه دار على برمودا مرة ليا مرة يقول لك كذا مرة وعلى ام ميم طحت على بوز اللي مرة يعترف مرة وادي خاصكم خاصو يحسبها مزيان ما جيتش انا كلاشي بداكشي ديال هنا راه طلعت النيفو تاع على بوز اللي جاي دابا كيكلاشيني بالنايفيا ولد الكريا انا ما كلاشيتوش بالفوقيه والقميجه وداك التخربيق انا ما كلاشيتوش بداك الشيء طلعت النيفو تاعي عطاي قد بيها لاش تخبى فيا ربيتي عمر وما جبتي لنا ثقه فيا ماشي حقده غير انشطه ترفيهيه شركنا الاول بالثاني الجمهور ومن الاخر ماشي حقده ماشي غير انشطه ترفيهيه غير هو شي حويجات كيعصبوك سيرتو انا رشتي بوز فلو غير حيت كلاشاني باش رديت عليه ما فاش المشكله طرا قبل ما بوست فلو يلحق لاش طاري المشكله في الكواليس كاين ديزابير وكاين لا وكاين صداع فهمتيني كاين صداع قبل ما يكلاشيني بوز ولكن تا بوز شنو قلت بوز غير تجرف سميتو شكون اللي منو المشكل هو العطاي اللي دار الحاجه وما قدش عليها وبغيت تخبع من مورايا انا يا انا خويا راه ما غنعقلش عليك هادشي علاش برمودا اللي ما غاديش ندوز عليه ما تا بوز فلو ما عنديش معاه المشكل تغي أنشطة ترفيهية شركنا الأول بالثاني الجمهور صحة والعافية قلتوا لي شركنا الأول بالثاني جمهور بالصحة والعافية فوز بخو ايوا هذا اللي بغى يلعب مع الوليات هذا ما كان الدري قبل ما ننسى الناس اللي ضرها راسها بزاف وكتقول لي شكون كتب لك شكون الغوست رايتر ديالك هذاك غير المورفين فاش كان ساحي. السلام عليكم.